بعد محاولات جادة من قبل اللجنة العليا للتسويق في محافظة أربيل وبتعاون مع وزارة الزراعة العراقية، تم الحصول على موافقات تسليم منتجات الحنطة في قضاء مخمور إلى من قبل سايلو مخمور وليس سايلو البازوايل الواقعة قرب محافظة قرب مدينة موصل، وتم إيقاف استلام الحنطة لمدة عدة أيام، ولكن يوم أمس تم الموافقة من قبل وزارة التجارة ووزارة الزراعة بقبول استلام الحنطة من الفلاحين في سايلو المخمور، وذلك لتقديم التسهيلات اللازمة إلى الفلاحين في هذه المنطقة وقضاء مخمور والنواحي التابعة إلى قضاء مخمور، وذلك لتسهيل المهمة تسليم الحنطة من قبل الفلاحين، لأن كما نعرف بأن سايلو البازويل القريبة من مدينة الموصل نسبيا بعيدة من الفلاحين الموجودين في قضاء مخمور، وهناك سايلو موجودة في قضاء المخمور، فمن حق الفلاحين قضاء مخمور تسليم المحصولات إلى هذا السايلو. المشاكل التي جرت البارحة وقبل البارحة والكمية المخصصة لاستلامها في منطقة مخمور في قضاء مخمور والنواحي التابعة لها الكمية، طبعا هذا يؤثر على الكمية التي يستلموها، لأن الموعد المقرر لاستلام الحنطة آخر موعد كانت 15 بالشهر، وهاي 3 إلى 4 أيام كانت العملية واقفة بسبب بعض المشاكل بالنسبة للكمية ونوعية الاستلام وموقع الاستلام، لكن بعد الجهود التي صرفها اللجنة العليا لاستلام الحنطة تمكنت من حل هذه المشاكل واستلام الحنطة في بعد هذه الأيام الأربع الماضية. هسا اليوم بدأوا باستلام الحنطة. محمد دشتي رئيس اتحاد الفلاحي في محافظة أربيل. سنويا نحن نواجه أثناء التسويق بعض من المشاكل، ولكن اللجنة العليا تجتمع بالسرعة الممكنة لحل هذه المشاكل. وهذه المشاكل اللي صارت في هذا السنة منطقة 140 المادة 140 المنطقة اللي مثل ما تقول الجوير وديبق ومخمور كانت في السنوات السابقة احنا كانت تسليم أو تسويق الحنطة كانت مع محافظة باقي مناطق محافظة أربيل، ولكن هالسنة انفصلت هذه المنطقة عنا فانعزلت عن سايلو مخمور، أصبحت فقط تستلم حصص ديبقا جوير ومخمور، ولكن كان هذه الحصص هذا الموقع لم تكن لديها موافقة مسبقة من قبل وزارة التجارة العراقية، فأبلغونا بإيقاف التسويق حين حصول الموافقة. فبعد الجهود اللي بذلت هو اللجنة العليا اللي بذلتها اللجنة العليا بالاتصال مع الجهات المعنية في بغداد تمكنا من فتح سايلو جوير وديبقا ومخمور لتسويق الحنطة لهذه المناطق. طبعا ما كانت مشكلة، ولكن هي صارت موعد عطل عيد أيام العيد فتوقفت الدوام، وإلا كانت تحل نفس اللحظة اللي صارت بها هذه المشاكل. دكتور عبد الرحيم عمر مصطفى مدير عام زراعة محافظة أربيل.